اهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقه يعني استضفنا الاستاذ نقشاشه العرقسوسي علشان نعرف منه بتوع العرقسوس بيبقوا مختفيين ليه طول السنه وما بيظهروش غير في رمضان. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا باشا؟ ازاي حضرتك؟ منورنا الحقيقه. والله بنور سيادتك وبنوركم كلكم وفوق دماغي والله. طيب عايزين نعرف بس في البدايه كده، هو الموضوع بدا معاك ازاي؟ والله هو بدا معايا لا هو ما بداش معايا، يعني هو بدا من العيله. يعني انا قالتنا اصلا عيله السقه، حلو الكلام، هي اللي سقت مصر كلها، هي اللي بتسقي مصر كلها، وانا وابن عمي اخر حفيدين في العيله. والله ابن عمك بيشتغل معاك في نفس الشغلانه؟ لا ده بقى ما نفعش في الشغلانه، حلو الكلام، وما ايه ما سقاش المهنه قوي، فانحرف بقى واشتغل في التمثيل واشتغل في حاجات ملهاش لازمه كده خالص. انا برضو بشبه اصل الحسنه دي برضو مش غريبه عليا، بس هو الحسنه كانت فوق. لا ما هو حسنته فوق وانا حسنتي تحت. طب ما بيشتغلش معاك حتى بعد رمضان؟ يعني ليه في رمضان حتى ما بيجيش يساعدك؟ ما هو مش نافع في الشغلانه، كل هو من ايام الحاج والده كان بيفضل يتخانق معايا على الحوار ده، يمشي البتاع بتاعت الرصاص ولا مؤاخذه تترج منه، يصب للزبون غلط، الزباين تدلق الرصاص في وشه، فالمهنه دي ما كانتش تنفعه ولا تلزمه خالص. بتشوفوه في رمضان؟ بنشوفه والله، ما بيجي ولا يفطر معانا وبتاع، هو بنشوفه بس على التلفزيون كل فين وفين. حلو الكلام، يقول لك معلش بس اصل انا مضغوط شغل وبتاع وكلام من ده. مضغوط شغل في ايه؟ ما تسيبه ترجع لمهنتك زيك زي ابن عمك. مش عارف انا في حد يسيب مهنته اللي اتربى عليها؟ لا طبعا. طيب احنا عايزين نسالك شويه اسئله كده يعني تهم الساده المشاهدين في موضوع بيع العرقسوس ده. ليه حضرتك بتستخدموا صاجات طول ما انتوا ماشيين كده؟ انت ماشي دلوقتي الراجل بتاع العرقسوس لازم ترسم بهجه على وش الناس وتلاقي فرح، معاك عندتك معاك صاجاتك، بتخش تقلب رزق. مش عيب. بعد رمضان بتستخدمها ولا هي في رمضان بس؟ لا الصاجات ديت معايا على طول. انت ماشي بالصاجات على طول؟ ماشي بالصاجات على طول، صاجاتي معايا، و لا مؤاخذه شويه على اسس بابلهم بتاع بتسلى فيهم طول السنه وبظبط الدنيا. تمام. طريقه عمل العرقسوس بقى ازاي؟ والله هو بص، هو بنجيب بودره العرقسوس ديت اصلا، في ناس تجيب البودره وفي ناس تجيب قالب العرقسوس على بعضه. ولازم تعرقسه يعني قيمه مثلا مش اقل من 6-7 شهور. انت بتسيبه يتعرقس الاول وبعدين تبدا اول ما يبتدي يتعرقس ويبقى العرقسوس معرقس كده سنه بسيطه، تحاول ان هو ريحته اصلا بتتبل وبتظبط. هو انا مش هينفع اقول برضو الوصفه قوي لان دي يعني دي حاجتي، دي ما ينفعش اقول. تيجي بقى ايه، انا اسف احنا دلوقتي على الهوا، وتيجي ناس تسمع بقى، وتيجي مثلا واحد زي سيادتك كده برضو، واحد مش عارف الدنيا تريح معاه، يجي بقى المهنه تلم، ما هي المهنه لمت من كده. وكل واحد ينزل يقول وصفه العرقسوس ازاي. طيب سؤال تاني برضو كان مهم، ليه دايما وانتوا بتصبوا العرقسوس لازم ترفع ايدك لفوق قوي وتقعد تنزل كده لا ما دي بيه دي عمليات حسابيه، دي عمليات حسابيه. احنا واجدنا من اجداد اجدادنا، ما انت احنا بنرفع مش اقل من متر 25 ما بين الكوبايه وما بين ايه؟ بوز العرقسوس ولا مؤاخذه. بتنزل بصرصوب حوالي نص سنتي على الكوبايه، في نص الكوبايه في قيمه 6 ثواني او 6 ثواني ونص بتملى كوبايه، ولا يمكن تتملي الا بالطريقه دي. طيب سؤال تاني برضو استاذ نقشاشة العرقسوسي اللي منورنا النهارده، ربنا يخليك. شفنا بعض بتوع العرقسوس طوروا نفسهم وبقوا يبيعوا مع العرقسوس صوبيا وتمر مش بعربيه. ليه محتفظ بالعرقسوس بس لحد دلوقتي؟ لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه، صاحب بالين كذاب. ايه ده يا باشا؟ صاحب بالين كذاب، ما بالك بقى ان هو صاحب بالين وثلاثه. يعني انا اقول لسيادتك، انا لو جيت ركزت في العرقسوس لوحده هعرف اطلع شويه عرقسوس عنب. فبيجي الزبون بيدوق مني كوبايه العرقسوس خلاص كده، هو ما يدوقوش تاني لحد اخر رمضان. طب بتواجه ازاي الانتقادات اللي بتتوجه للعرقسوس وبتقول ان طعمه وحش قوي؟ بقول لهم دوقوا بنفسكم ومش هتدوقوا تاني ولا هتنتقدوا حد. مش هتدوقوا تاني، العرقسوس دوت ليه دماغه. انا اسف يعني برضو يعني حد زي والدك والدتك والدي ووالدتي والناس القديمه دول هم اللي يعرفوا قيمه العرقسوس. العرقسوس ده كان ليه قيمته، العرقسوس ده كان ايام الملك فاروق كان كل يوم لو ما شربش كوبايه على الصبح يعني ده بيغسل البلد تخرب. ده بيغسل معده،
يغسل الكليه، يغسل الرجل، يغسل يغسل اي حاجه سيادتك عاوز تغسلها. طب ليه بتختفي بقيه السنه؟ يعني ليه بقيه السنه بقى بتروح فين؟ يعني ليه من الاكشن بقيت سنه ما في رمضان بس؟ ما انا اقول لحضرتك سيادتك، انا ما بحبش اضغط على الناس. كتر الاسس كتر الاسس هيجيب لهم كبت وضغط رهيب، ممكن يحصل مشاكل ما بيني وبين الجيران. روح بيه بقى الرصوص بعيد عن هنا، روح مش عارف ايه، احس ان في ضغط من ناحيه الرصوص، وهو الرصوص برضو يعني مش اي حد يعني طعمه ضغط منظر وخف. وغير كده برضو في موسم تانية، يعني ممكن اخش على موسم التين شوكي، موسم البطاطا، موسم مثلا زي موسم الدور المشوي، كل دي مواسم احنا مش عارفين نستغلها ومشتقه برضو من الرصوص.